والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن قارئ الشيخ محمود محمد الخشني القارئ لاتحاد الاذاعه والتلفزيون العرب والعالم الاسلامي كله وقارئ مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها بالقاهره. ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا لحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تبيت من قبورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا وقتلوهم حيث ثقفتموهم والفتنة أشد من القتل ولا حتى يقاتلوا
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك عشرة
Thank you.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ثم أفيضوا من حيث
إن الله غفور فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا من عليك مولى صلى وعلى القارئ تجلى يا رب اغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا هكذا خاتنا خات الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم العالم يسمى حضراتكم ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود محمد الخش القارئ باتحاد الاذاعه التلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله وقارئ مسجد سيدنا في رضي الله عنها بالقاهره وذلك عبر سمكة إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ورحمتوش مركز مدينة السن بالله شركة عمل الله الكهربائية ومن داخل مخازن فراش الزهباء الكبرى قصر دافع المتنقل لصاحبها الحاج حسن عبد السلام المقيم بمدشنا